جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من جمهورية مصر العربية. مستمع رمز الى اسمه بالحروف عين الف ميم يقول: شخص اكتسب مالا حراما لفترة وندم على ذلك وبدأ يسدد منه لأصحابه، ومن لا يعرفه يتصدق باسمه ويريد الحج وهو لم يسدد هذا المال بعد، هل حجه حينئذ يعتبر صحيح أم يجب عليه أن يسدد أولا ثم يحج؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليه أن يبرئ ذمته من هذا المال الذي تحمله للناس، لأن يرد أموالهم إليهم، ومن لا يعرفه فإنه يتصدق به عنه، فإذا برئت ذمته فإنه يحج بعد ذلك. نعم.